بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه في شابتر 6 وهنشرح الجزء السادس او سيكشن 6. فيه سيكشن 6 بيتكلم على لويس ستراكشرز فور مولكيولز. احنا عندنا قبل كده لويس، وشفنا لويس دوت سيمبلز، ازاي لويس عبر لي عن كل الكترون بنقطه او دوت حوالين الاتوم، بس كان عندنا سنجل اتوم. لكن هنا وعندي بقى مولكيول اكثر من اتوم، هيعبر عن السنجل بوند ازاي، وهيعبر عن الدبل بوند ازاي، وهيعبر عن التريبل بوند ازاي. فبيقول لي لويس ستراكشرز يوز لويس سيمبلز تو ديجرام ذا شيرنج اوف فالنس الكترونز فور سنجل اند مالتيبل بوندز ان مولكيولز. تعالوا نشوف اصغر مولكيول عندنا هو الهيدروجين مولكيول. بيقول لي ذا سيمبلست مولكيول از هيدروجين اتش2. حلو قوي. بتكون بقى ازاي الهيدروجين مولكيول؟ بيقول لي forms when two hydrogen atoms are far apart there is no attraction between them. عندي اتنين اتومز بالهيدروجين، هذا اتوم وعند اتوم، الاتنين بعاد عن بعض. حلو قوي، مفيش اي بقى رابطه بينهم، مفيش اي حاجه خالص، مفيش حاجه بتجذب التانيه خالص. طب انت بتقول لي مفيش اتراكشن بينهم، بيقول لي هنا هو there is no attraction. هيكون ازاي المولكيول؟ عندي بيقول لي the positive charge of the nucleus attracts بتجذب the electron of the other atom. ال positive charge في الاتوم ده هي بيروح ينادي على الالكترون اللي هناك ده، يقول له تعالى قرب مني، يجذبه، يقول له تعالى قرب، يفضل يشده يشده يشده. طب يحصل ايه بقى نتيجه الشد ده ونتيجه الجذب اللي بيعمله ده؟ بيقول لي هالشير بير اوف الكترونز، يعملوا شيرنج لتو الكترونز، هنا الكترون وهنا الكترون، يعملوا شيرنج مع بعض ويكونوا له ايه؟ كوفلنت بوند، رابطه تساهميه تو هيليوم ارينجمنت تو اتش اوف ذا تو اتش اتوم، وكل واحده منهم بتبقى شبيهه بترتيب الالكتروني للهيليوم. كل واحده منين؟ من الاتش. وبنلاقي ان الهيدروجين مولكيول مور ستيبل عن الاتش اتوم لوحده، فبنلاقي مولكيول الهيدروجين اثبت من ان تكون الهيدروجين اتوم لوحده وكل اتوم تكون لوحده. والرسمه اللي قدامي دي بتوري لي العلاقه بين الانرجي، وبتوريها لي بين الديستنس بتوين نيوكلاي للهيدروجين. يعني مثلا لو شفنا عند هنا ادا تو اتومز من الهيدروجين بعاد عن بعض، في مسافه بينهم، فيش اتراكشن خالص، ما فيش حاجه بتجذب التاني. بدأت تقل المسافة، أول ما بدأت تقل المسافة كده حصل اتراكشن بينهم، يعني كل واحد بدأ يجذب التاني. قلت المسافة أكتر فكون لي كوفلنت بوند، كون لي رابطة تساهمية وطلع لي إيه؟ جزيء الهيدروجين اللي هو إيه؟ H2. وبطريقة لويس إحنا ممكن نمثل كمان الإلكترونز حوالين الأتوم، وإحنا خدنا من شوية الهيدروجين. لكن معظم الاتومز او كل الاتومز كلها بتميل انها تكون لأوكتت، يعني بتوصل الى 8 الكترونز في الاوتر شيل، عشان تقلد احنا قلنا انها بتوصل ال 8 الكترونز عشان تستقر اول حاجه، يعني بتحاول تقلد النوبل جازز، لان النوبل جازز عامه يعني مجموعه مستقره ما فيهاش اي مشاكل، لا بتفقد الكترونز ولا بتكتسب الكترونز، عشان كده الاتومز بتحاول توصل الى 8 الكترونز، عشان كده بتاخد الكترون، يا تفقد الكترون يا بتكتسب الكترون، يا اما بتكتسب عشان تكمل عندها الثمانيه، يا اما بتفقد عشان الثمانيه اللي جوه يبانوا عندها في الاوتر شيل. طبعا ما عدا مين اللي بيكونش اوكتت، يعني كلهم اوكتت، يعني 8 الكترونز ما عدا الهيدروجين اللي ما ينفعش يكون حواليه 8 الكترونز. ولو خدنا مثال عندنا للامونيوم ال NH3، ادي 3 اتومز من الهيدروجين 1 2 3 وادي النيتروجين، كل واحده منهم مساهمه بالكترون، ادي كوفلنت بوند 2 الكترون، كوفلنت بوند كوفلنت كوم كوفلنت بوند. لو عدينا الالكترونز عندي هنلاقيها 1 2 3 4 5 6 وعندي كمان 2 الكترونز، دول معمول لها بوندنج، وديت ايه لون بير زوج منهم، لكن الزوج ده مش مشارك ببوند، مش عامل بوند. فيبقى عندي حوالين للان كام؟ 8 الكترونز، كده عمل اوكتت وحقق الاوكتت. ولو بصينا عند الهيدروجين طبعا ما ينفعش احط هنا 8،
بس هو عنده تو، عامل شيرنج كل واحده بوان، عامل شيرنج مع الان، ده شيرنج شيرنج شيرنج، ده كوفلنت 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 بوند، كلهم كوفلنت بوند. هنلاقي ان هم عشان نحفظ المسميات عندي الاثنين اللي مش مرتبطين مش معمول لهم بوند طايرين كده لوحدهم بيسموه ذوق اللي هو لون بير، فنعرف ان دول اسمهم لون بير الكترونز اللي هم الاثنين مش مشاركين في روابط، فاضلين من الترتيب الالكتروني وحطوهم فوقهم. طب والمرتبطين مع بعض بيسموهم هنا بوندنج الكترونز. المسميات دي مهمه عشان لما يجي يسالني في المسائل يسالني بيقول لي مين فيهم لون بير مين فيهم البوندنج الكترونز. تعالوا بينا ناخد اكزامبل للفلورين مولكيول. الفلورين مولكيول هو الاف 2، الاتوم منه موجوده في جروب 7، كل مولكيول كل اتوم فيه موجوده في جروب 7، يبقى اذا عليهم 7 فالنس الكترونز، موجود 7 الكترونات في المدارات الخارجيه في الاوتر شيل. طب تعال نرسم لويس استراكشر لكل واحد. لو رسمنا لويس استراكشر للفلورين هنلاقي كده 7 الكترونز لانه في جروب 7، فعند 7 الكترونز حوالين الفلورين اتوم وعنده 1 الكترون براهم، لو عدناهم 7 يبقى هو مش مستقر، يبقى لسه مش مور ستيبل، لازم له واحده. طب والفلورين الثانيه نفس الفكره، حواليها 7 الكترونز وناقص لها 1 الكترون عشان ايه تبقى مور ستيبل. هما لحد دلوقتي بعاد عن بعض، يقربوا من بعض ويعملوا شيرنج مع بعض، دول الالكترونز اللي هيعملوا شيرنج مع بعض، جاهزينهم للشيرنج بره. يقربوا من بعض ويعملوا للمولكيول للاف 2 ويعملوا شيرنج بال 2 الكترونز. لو عدينا الوقت هنلاقي ده حوالي 8 الكترونز بالشركة اللي عملوها مع بعض، كل واحد فيهم ادى للتاني الكترون وقال له يلا نعمل شركة مع بعض، انت بوان الكترون وانا بوان الكترون ونبقى حبايب ونبقى كمان اكثر ثباتا يعني. فنلاقي 2 الكترونز هنا عملوا شيرنج وهنا كمان 8 الكترونز، فكل واحد حواليه حبايب دلوقتي، كل واحد حوالين ايه 8 الكترونز وفي ثبات الوقت في المولكيول. التو الكترونز اللي فوق دول هنسموهم لون بير زي ما احنا عارفين، يبقى التو الكترونز اللي موجودين اللي مش مرتبطين باي بوند هنسموهم لون بير. طب والاثنين دول اللي هم مرتبطين بعضهم بقى اللي عاملين بوند هنسموهم ده بوندنج بير، زوج مربوط برابطه، ده زوج فردي طاير في الهواء. ممكن النقطتين دول نمثلهم بشكل تاني، يعني ممكن نعملهم كده نحولهم الى لاين يبقى سنجل بوند، يبقى كل واحده هنا الكترون وهنا الكترون حولهم 8 ودول حولهم 8. ده المين؟ ده المولكيول اف 2 اللي هو بالشكل ده. يبقى احنا فهمنا ازاي لويس استراكشر للمولكيول، والجدول اللي قدامي بيوري لي الاليمنتس ذات اكزيست از داي اتوميك مولكيولز، بيقول لي ان عندي الهيدروجين على طول بيوجد في داي اتوميك، اللي النيتروجين الاكسجين الفلورين الكلورين البرومين الايودين، هينطبق نفس ترتيب نفس لويس ستراكشر عليهم زي ما عملنا في الفلورين بالظبط. احنا خدنا اكزامبل للفلورين، لكن كل دول هيبقوا بنفس طريقه اللي احنا عملناها الداي اتوميك مولكيول. تعالوا بنا نشوف خطوات رسم لويس استراكشرز لو عندي بقى اكثر من رابطه، عندي مالتيبل بوند. اول خطوه بيقول لي كاونت اول فالنس الكترونز ان ذا كومباوند، هنروح نعد كام فالنس الكترونز في المركب ككل. تاني خطوه بيقول لي ديتيرمين ذا سنترال اتوم، هنروح بقى نحدد فين الذره المركزيه. تالت خطوه بيقول لي دروب سنجل بوندز تو ذا سنترال اتوم، هنبدا نعمل سنجل بوند من السنترال اتوم تطلع الى الاتومز الثانيه. رابع خطوه بقول لي place all remaining valence electrons on atoms as lone pairs، نبدا نكمل بعد ما رسمنا السنجل بوند نبدا نكمل بقى الفالنس الكترونز بحيث ان احنا نحط 2 2 2 كل زوج مع بعض. بعد كده رقم 5 بقول لي turn lone pairs into double or triple bonds to give every atom an octet، نبدا بقى ايه نعدل الشكل اللي عندي بحيث ان احنا نوصل الى الاوكتيت، بحيث ان احنا نحط 8 الكترونز يعني ونحقق الاوكتيت حوالين اتش اتوم، ما عدا مين طبعا؟ الهيدروجين اللي ما بيستخدمش ايه؟ ما بقدرش احقق له 8 ما بديلوش امنيه ال 8 دي، لا يفضلوا عنده 2 هما 2 مع الهيدروجين.
تعال نشوف الاكزامبل ده ازاي هنرسم لويس ستراكشر او هنكتب لويس ستراكشر. في عندك كومباوند زي ده اللي هو CCl4، عايزين نرسم لويس ستراكشر له. اول خطوه بنعمل ايه؟ بنحدد الفالنس الكترونز اللي كل اتوم فيهم. ناخد اول حاجه الكربون، عندي 1 اتوم من الكربون والفالنس الكترونز 4، جبناها من الفور. نرجع للبريدكت تيبل، احنا قلنا ايه الفالنس الكترونز نقدر نحددها منكم، يبقى 1 ملتبلاي 4 يطلع لي ايه 4 فالنس الكترونز. هنعملها كمان للكلورين، الكلور عندي 4 اتومز والفالنس الكترونز 7، يبقى 4 اتومز اهي في 7 فالنس الكترونز، يبقى 28 فالنس الكترونز. نجمع الاثنين مع بعض، 4 بلس 28 يطلع لي كام؟ 32 فالنس الكترونز. طيب انا دلوقتي التوتال عندي كام؟ 32 فالنس الكترونز. بعد كده نحدد فين السنترال اتوم. فين السنترال اتوم؟ هنا ادي الكربون هي السنترال اتوم، نحطها في النص ونحط حواليها 4 اتومز من الكلورين، 1 2 3 4. حلوين؟ تمام، بس نوسع بقى نفسنا كده، هاخد دي هنا شويه، يعني هزحزح دي شويه كده عشان نقدر ايه نتوسع في الرسمه شويه، مفيش مساحه. حطينا السنتر اتوم وحواليها الفور اتومز حواليها. تعالوا نبدا بقى نحط السنجل بوند، يبقى بعد كده الخطوه اللي بعد كده هنحط سنجل بوند، هنربط كل واحده من دول بسنجل بوند، الكربون مع كل كلور كلورين بسنجل بوند. كل سنجل بوند من دول استخدمت لها 2 الكترونز، 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى من 32 انا خلاص استهلكت 8. نبدا نعد بعد ال 8 اللي احنا حطيناهم دول لحد ما نوصل الى 32. هنبدا نحط الدوتس حوالين هذا الكلورين، هنا خلصنا 8 يبقى 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، ونكمل بقى لحد ما نوصل الاخر ونكمل ال 32. المفروض يكون قدام بالشكل ده، حوالين كل اتوم من دول 8 الكترونز، معناه ان حققت الاوكتت استقرت وكل واحد فيهم خد ال 8 الكترونز. تعال نضمها بعض كده، مثلا ادي السنترال اتوم الكربون، الكربون ادي فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 8 الكترونز. حلوين. الكلور اللي فوق هذا السنجل بوند فيها 2 الكترونز، وده 3 4 5 6 7 8 كلهم بقى بنفس الشكل ده، كل واحد فيهم حقق الاوكتيت مكتفي بالثمانيه بتوعه. تعالوا كمان نشوف الاكزامبل ده وازاي هنرسم لويس ستراكشر. عندي كومباوند HNO3، 1 اتوم H، 1 اتوم نيتروجين، 3 اتومز اكسجين. هنطلع التوتال فالنس الكترونز. اول حاجه الهيدروجين، الهيدروجين 1 اتوم وعندي الفالنس الكترون عليه كام؟ 1، يبقى 1. الN 1 اتوم، الفالنس الكترون كام؟ 5 فالنس الكترون، يبقى 5. الO3 3 اتومز همت في الفالنس الكترون، هذا 3 اتومز، الفالنس الكترون لكل اكسجين لكل اتوم 6 فالنس الكترونز، يبقى 18. نجمع الثلاثه مع بعض يبقى الثلاثه 24 فالنس الكترونز. الخطوه اللي بعدها بنحدد ايه؟ السنترال اتوم. السنترال اتوم هي ال N، ما ينفعش ال H قبل ما تكون سنترال اتوم. نحط ال N سنترال اتوم وحواليها بقى الاتومز، ادي 3 اكسجين وادي 1 هيدروجين اتوم. الخطوة اللي بعد كده ادي السنترال اتوم. الخطوة اللي بعد كده نبدا نرسم السنجل بوند، سنجل بوند بتوين اتش 2 اتومز، كل سنجل بوند من دول خدت 2 2 2 2، يبقى استهلكنا 8 الكترونز من ال 24. نبدا نحط الباقيين دوتس كل 2 2 2 حوالين كل اتوم. نبدا عندي هنا وايت من الاكسجين، نكمل ادا 8 يبقى 9 10 11 12 13 14 15، وهكذا بقى لحد ما نكمل. المفروض هيطلع لي الشكل عامل كده لما نكمل الدوتس. حلو. طيب نبص مع بعض،
تعال نبدأ بالأول الهيدروجين. الهيدروجين الإلكترونز هو ما بيحققش الأوكتيت، هو بس مكتفي بالتو، عنده تو مكتفي بيهم. حلو أوي. نروح بقى للأكسجين. عند الأكسجين هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 حلوين. الأكسجين ده واخد التمانية بتوعه زي الفل. هنا كمان نفس العملية، واخد الأوكتيت، واخد 8 إلكترونز ومحقق إيه؟ الاستقرار عنده. الأكسجين هنا أنا عندي 1 2 وده 1 2 يبقى 4 وده 2 و2 يبقى 8. حلوين كده؟ تمام. تعالوا بقى نشوف السنترال اتوم. هل السنترال اتوم محقق الاوكتت؟ تعالوا نعد مع بعض. هذا ال N 1 2 3 4 5 6. فاضل لها 2. طيب هنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ انا خلاص خلصت الفالنس الكترونز، ما اقدرش احط 2 جنيه اجيبهم منين وانا خلصت 24 على اللي موجود ده كله. طيب هتتصرف ازاي النيتروجين بقى؟ هنا نروح ايه؟ النيتروجين تروح للاكسجين ده، او الاكسجين دي مش مشكله، كل واحده منهم يعني اي واحده فيهم تميل عليها وتقول لها ما تيجي نعمل شركه في التو الكترونز دول، مش عندك اتنين؟ طب يا ستي ايه، اعمل رابطه معايا كده ويبقى احنا الاثنين، انت عندك اثنين وانا عندي اثنين. فتعمل ايه؟ التو الكترونز اللي هم دهومات يقوموا نازلين عاملين سنجل بوند، وفي الحاله ديت يبقى عندي هنا النيتروجين حقق الوقت. يعني هنقلبها كده بالشكل ده، عندي هنا ناخد تو الكترونز من الاكسجين ونحولهم الى سنجل بوند، يبقى عندي دبل بوند هنا، يبقى عندي الاكسجين ادي 2 و2 و4 الكترونز، يبقى عنده 8. والنيتروجين ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 وحقق الاوكتيت وكلهم مرضيين وتمام وزي الفل. طب لو عندي كومباوند ايون وعليه بوزيتيف تشارج او عليه نيجاتيف تشارج، زي مثلا عندك CO3 وعليه 2 نيجاتيف تشارج، هنتبع نفس الطريق وهنضيف بس حاجه صغيره. تعال نعملهم مع بعض. احنا كنا بنعمل ايه؟ بنطلع الفالنس الكترونز. هذا الكربون فالنس الكترونز 1 اتوم والفالنس الكترون 4، يبقى عندي على الكربون 4 فالنس الكترون. الاكسجين 3 اتومز يبقى 3 اتومز والفالنس الكترون كام؟ 6، يبقى توتال 18 فالنس الكترون على الاكسجين. نجمع الاثنين مع بعض يطلعوا لي كام؟ 22. هنا بقى عندي 2 نيجاتيف تشارج، يعني عندي ايه كمان؟ في 2. اجمعهم على الفالنس الكترونز اللي طالع عشان يبقى التوتال 24. يبقى اذا عندي في ايونز اجمع اذا كان بوزيتيف تشارج نيجاتيف تشارج اجمعهم عليه. طيب ونمشي ايه نفس بقى طريقتنا اللي احنا استخدمناها، نحدد السنتر اتوم وهي الكربون وحواليها 3 اتومز والاكسجين، ونبدا نرسم الخطوه اللي بعد كده ايه؟ ايوه صح، السنجل بوند. ادي سنجل بوند سنجل بوند سنجل بوند. خدنا كام؟ استهلكنا كام؟ 24 6 فالنس الكترونز. نكمل بعد ال 6 نجمل لحد ايه؟ بنوصل الى 24. ادي هنا 7 8 9 10. خلاص بقى عرفنا لحد ما نكمل كل واحده من دول. حلوين؟ لا مش حلوين، في حاجه عندي ناقصه. تعال نعد الفالنس الكترونز، لازم اتاكد انا حققت الفالنس الكترونز ولا في حاجه ناقصه عندي. دول محققين صح؟ اهم 6 لون بير وعند السنجل بوند فيها 2 يبقى 8، ودول نفس الطريقه صح؟ ودول ايه؟ بحين الاوكتيت. مين اللي مش بحقق فيهم؟ مين اللي حاسس ان هو ناقص عنهم؟ الكربون. الكربون اللي اصلها 2 فالنس الكترونز. ليه انا عندي 2 هنا وعندي 2 هنا و2 ما بين الكربون والاكسجين، فاضل لي هنا واحده مش عارف نعمل ايه بقى؟ نتبع طريقه ايه؟ السلف. الكربون تميل على اي واحده من الاكسجين اللي موجوده. هنميل على اي جاره؟ يا جاره يا اكسجين سلفيني من عندك 2 الكترونز. بس هنبقى شركه، مش هاخدهم عندي، لا انا وانت هنبقى شركه فيهم. يعني ساعه بتحتاجيهم اعدهم معايا، وساعه بتحتاجيهم معاكي نعدهم معاكي. يبقى يقوم عامل ده التو فالنس الكترونز يتحولوا الى هنا بوند ثانيه،
عشان يعملوا لي دبل بوند يبقى دول عندهم 8 ويبقى دول عندهم 8، يعني هتبقى كده ادي الكربون تتحول التو الكترونز اللي هنا الى سنجل. ممكن على فكره ناخدها من هنا، ممكن ناخدها من هنا، المهم نحقق السنجل بوند بالتو الكترونز. يبقى عندي لو عديناهم كده يبقى الكربون عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 وحققت الاوكتيت، والاكسجين كمان عندي بحقق الاوكتيت لان 1 2 3 4 5 6 7 8 وحبايب وزي الفل. في عندي حالات استثنائيه ممكن ما يكتملش فيها الاوكتيت، ممكن يزيد، بس تعال نشوف الاقل من 8، يعني ممكن تكون السنترال اتوم عليها اقل من 8 الكترونز، برضه صحيح زي المركب ده. اولا بي البورون وحواليه 3 اتومز من الهيدروجين بي اتش 3، تعالوا نطلع الفالنس الكترون. عندي البي 1 اتوم في الفالنس الكترون كام؟ 3، يبقى عندي 3. الاتش 1 اتوم 3 اتومز قصدي في الفالنس الكترون 1، يبقى 3 فالنس الكترون توتال. نجمع الاثنين مع بعض يتقول لي كام؟ 6 فالنس الكترون. الخطوة اللي بعد كده بنعمل ايه؟ البي نحطها على السنترال اتوم وحواليها 3 اتومز الهيدروجين، صح؟ نبدأ نرسم ايه؟ السنجل بوند بتوين ايتش 2 اتومز، البي والاتش كل واحدة سنجل بوند. هنا استهلكنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 وهم التوتال عندي 6 فالنس الكترونز. نكتفي كده؟ يقول لك اه ده اكسبشنز. طب يا عم البورون مش بحقق ال 8، اقول لك ده اكسبشنز، حاله استثنائيه ممكن ما يكتملش ال 8 حواليه، خلاص خلص 6 وقال لك انا يا عم مكتفي وتمام قوي. كمان في عندي الاكزامبل الثاني ده اللي هو البي سي ال 3 ممكن ما يكتملش الاوكتيت كمان. تعالوا نعمل توتال فالنس الكترونز، ادي البي 1 اتوم الفالنس الكترون 3، الكلورين 3 اتومز فالنس الكترون 7، التوتال كام؟ 24. نحط السنتر اتوم البورون وحواليها 4 اتومز 3 اتومز كلورين ونبدا نرسم السنجل بوند، 3 سنجل بوند راح منهم 6 الكترونز. نكمل نلف حوالين كل واحده من دول ونكمل اللون بير وهكذا بقى نلف عليهم كده اهوت يطلعوا لي بالشكل ده. احنا كده لما نعدهم هنلاقينا خلصنا 24 دهم في كل اللي احنا عملناه ده. طب هل البورون يفضل كده؟ يقول لك اه برضه ده من الاكسبشنز، ان انا ما الاقيش بقى اتنين تانيين ولا اعمل دبل بورون، لا خلاص يبقى اقل من الاوكتيت، يبقى ممكن السنتر اتوم كمان يبقى عندها اقل من الاوكتيت. تعالوا نشوف مركبات تانيه ممكن يزيد فيها عن الاوكتيت. احنا شفنا من شويه ممكن يقل عن ال 8 الكترونز، لا في كمان ممكن يزيد زي ما شفنا من شويه 6 ممكن يبقى 10، زي مثلا اللي قدامي دول الفوسفرس والسلفر والكلورين والبرومين والايودين. تعالوا نشوف اكزامبل لهم زي البي سي ال 5. تعالوا نطلع الفالنس الكترونز التوتال فالنس الكترونز، ادي الفوسفرس 1 اتوم والفالنس الكترون 5، يبقى ايه عندي 5 فالنس الكترونز على الفوسفورس. نروح نطلع لمين؟ للكلورين، عندي 5 اتومز في الفالنس الكترون كام؟ 7، يبقى 35 فالنس الكترونز. نجمع الاثنين مع بعض يطلعوا لي 40 فالنس الكترونز. نعمل ايه بعد كده؟ خلاص الخطوات حفظناها، هنرسم السنتر اتوم، ادي السنتر اتوم اللي هي الفوسفورس وحواليها 5 اتومز من الكلورين. نبدأ بعد كده الخطوة اللي جاية نعمل إيه؟ صح كلامكم مظبوط، نبدأ نرسم السنجل بوند، سنجل بوند بتوين إيتش تو أتومز. السنجل بوند دول ضيعنا فيهم كام؟ أو مش ضيعنا، استهلكنا فيهم 10 إلكترونز، خلصنا 10، نبدأ نلف حوالين دول ونكمل زي ما إحنا اتعلمنا كده، نرسمهم لحد ما نوصل إلى كام؟ الـ 40 فالنس إلكترونز. رسمناهم أهو. نبص مع بعض كده، ده مكتفي 8 اوكتيت 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 اوكتيت، كل دول اوكتيت ما عدا الفوسفورس. الفوسفورس زايده اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 يعني فوق الاوكتيت. يقول لك صحيح، يقول لك صحيح، ده اكسبشن، ده حالات استثنائيه. يبقى ممكن يكون الفوسفرس، عندي كمان السلفر، الكلورين، البرومين، الاورديم، ممكن يبقوا لهم ايه اكسبشنال كيس. والجدول اللي قدامي بيوري لي بعض الكومباوندز ولوس ستراكشر لها، نفس تقريبا اللي احنا خدناه من شويه. ده السي اتش 4 مول اللي ممكن نرسم بالشكل ده، عباره عن دوت سايد، وممكن نعملهم سنجل بون زي ما كده، دي صح ودي صح. كمان ال ان اتش 3 ممكن نحط كل بوند كده بالشكل ده مع الاتش، حطها تو دوتس، او ممكن نحطها از سنجل بوند وبعد كده نحط اللون بير بره. الاتش 2 او مولكيول نفس الفكره، انا ممكن نحط هنا الدبل بوند كده، اللي قصدي نحط تو دوتس بالشكل ده او نحطهم از سنجل بوند ونحط اللون بير بره. ده صحيح وده صحيح.